يوهو شتقتوا لي؟ لا It's Corona season فهلا اخترعت هالغنية ف إذا حدا بده يستعملها ويغنيها ويعمل تيك توكس عليها Go for it It's Corona season مثل الكل اللي لازم يكون قاعد بالبيت قاعد بالبيت وما عم بعمل شيء ما بعرف شو حيكون هيدا الفلوج يمكن يكون دقيقتين بس على القليلة عم نقضي وقت مع بعض فحتشوف سوا قلت هيك صرت عم بحكي مع حالي فخليني على القليلة احكي مع عالم حدا غيري جنبي هالوقت لحاله بالبيت فترة حتعدي بس فترة مهمة ما حدا يطلع من البيت تنخلص من هالفترة لأن إذا الكل عم يطلع من بيته ما حنخلص من هالشيء الكل لازم يضل ببيته Thank you so much صرت الصبح عم جرب حط هول الاشياء اللي بحطوهم تحت العيون كيف بحطون؟ على فكرة انا حاطة سيلف تان جسمي حيكون اغمق من وجهي لان ما حطيت تان على وجهي لما احط ميك اب كل شيء بيصير نفس الشيء ف anyways ما بحس انهم بيعملوا شيء بس it's cool اوه it feels so weird انتوا شو عم تعملوا بالبيت؟ قولوا لي تحت شو عم تعملوا؟ تعطوني افكار لان انا عم جن نص وقتي عم بعمل هيك تشوف العضلات اللي شوي شوي عم يطلعوا لي 20 to 30 minutes cute cute so cute مش شايفة حدا غير حالي بالمراية أنا أصلا هيك كنت موسوسة قبل ما يصير شي بكورونا whatever already بحمل ديتول كل مكان وبغسل إيدي 100 مرة باليوم فما كتير شي تغير بحياتي وكمان ضل بالبيت وما بشوف حدا عادة طرف على فكرة عم بستعمل هيدا مش دعاية ولا شي بس للعالم اللي حيسألوني او ماي جاد جايز انا وعم غني هيدي الغنية اللي هلا كاسرة الدنيا والكل عم بغنيها اكيد بتعرفوها It's like It's Corona season Number one صارت على iTunes و Spotify YouTube كمان صارت trending بحط ميك اب ولا لا؟ ما لي خير احط ميك اب وكمان بدي فرجيكم عن جد كيف حياتي بالكورنتين انا عادة ما بحط ميك اب لما اقعد بالبيت لحالي ف anyways وانا وعم فكر كل هالافكار العبقرية لاحظت انه انا عندي سر مش بخبرتكن عنه يعني خبرتكن شوي عنه على الانستغرام بس ما حكيت عنه هون وهالسر يعني كان قدامكن كل هالفترة وانتو ما لاحظتو Invisalign مثل البريسز صرت عم حطهم على اسناني وتشوفوا عن قريب فيكن تشوفوا انه مركبين اشي على اسناني تا يقدروا يركبوا فعادة ما بلبسهم بالفيديوز وهيك خليني احطلكن اياهم بحكي بصير احكي هيك كأني بعدني بالمدرسة وحاطة braces تقويم و مش ناقصني هالشيء honestly صار لي شيء كم اسبوع I think شيء 5 اسابيع بعد عندي شيء 10 اسابيع بس حيغيروا لي اسناني شوي هاي انا اسمي ليلى واو يعني بلشت هالفيديو بلا ميك اب بلا شيء شوي شوي عم صير ابشع وابشع هيدي اكتر شي عم تسليني هالايام مع انه هيدي مش مفروض اصلا العب فيها بالبيت انا جبتها من كم اسبوع عم استعملها تلف حوالين دبي بس ما في اطلع لبرا so fun وكتير كتير سريعة على فكرة بعرف مفروض اعملكن جولة حوالين بيتي صار لي شي سنة وعندتكن ماشي بس بعد ما خلص بيتي وبدي اعمل مليون جولة ومليون فيديو بدي اعمل بس فيديو واحد جولة حوالين البيت الكامل you know واغلبية وقتي عم تروح على الو ايه يلا جاي يعني اخدت فيروس كامل يضرب الدنيا كلها طيب ليلى تبلش تنظف البيت هذا كله مزح على فكرة انا كتير بنظف البيت اوكي زي ما عم هيدي جبتها من كندا This is the best thing اسمها سويفر ريحتها بتجنن مثل الوايبس then بكل سهولة لما تخلصوا منها بتكبوها للوايبس هيدا النوع التنظيف اللي انا بقدر عليه غير هيك no thank you شو مام تعالي جربي بنتك احلى شيء عندي ريحة نظافة بعدين بكمل نص البيت وهيك راح نص نهاري كثير عم بعرق بعد كل هالتنظيف وبعتبرها شوي مثل الوارم اب تحبية قبل التمرين بفوت بتمرن اوكي سو
رجعت وما عندي كل شيء هون، فمضطرة اروح على السوبر ماركت مع انه بجرب قد ما في جيب اغراض، بداينه معي شيء اسبوع تما اضطر كل يوم اروح على السوبر ماركت لانه هذا السبب الوحيد اللي بترك البيت مشانه. بس بنفس الوقت باخذ ديتول معي تقدر عقم يضيق، ما بمسك وجهي وما بعمل كل هالاشياء. شيء لما لاقي افوكادوز مستويين. اللي انا عم بعمله هو عم بمسك كل شيء بايدي اليمين، بعدين اخر شيء لما اخلص كل شيء بعقمه وكمل يومي، بس ما بمسك اي شيء بايدي الشمال وما بمسك وجهي ابدا ولا جسمي ولا اي شيء. كل شيء باقي بالسوبر ماركت الا الزبادي النباتي. بالمحل اللي انتم عايشين فيه عادي السوبر ماركت عادي ولا فاضيين؟ حدا بيعرف، بس لوتس نباتي. انتبه ما حط شيء على الارض ولا اي كاونتر ولا شيء، عم بيقول الفيروس على السيرفيسز ولا على الارض، ما بيكون بالهواء. لما ارجع على البيت برجع باخذ الكلوروكس وايبس ولا ديتول ولا شيء وبعقم كل شيء اشتريته. ما بتعرفوا كم شخص مسك كل الاشياء بالسوبر ماركت او سمح الله they cough on her, you know? So, واحدة ورا الثانية. تمام، غسل ايدينا، بنطفي المي تنوخر مي، ومن غسل ايدينا لمدة بيقولوا 20 ثانية ل 40 ثانية عن جد بتقتلوا الفيروس، لأنه إذا بتغسلوا إيديكم بمي بس ما بيقتلوا الفيروس، بعده عايش على إيديكم، وإذا بتغسلون لمدة 10 ثواني مش كفاية أبداً. فبيقولوا بدكم تغنوا هابي بيرثداي 4 مرات، هيدي بتنحسب 20 ثانية. So happy birthday to you. So بتغنوا happy birthday لمدة 4 مرات، أو فيكم تغنوا it's corona season شي 100 مرة ويكونوا 20 أو 40 ثانية. عم قلكم أنا بالبيت قاعدة وما عم بمسك شي، عم ضلني غسل إيدي بس أتأكد كورونا فري. إن شاء الله إن شاء الله كورونا فري، نعمل كل اللي علينا. بما انه انا بدبي واهلي بالسعوديه، انا كان مفروض اروح اشوفهم بالسعوديه من كم اسبوع بس بلشت قصه الكورونا، سو الطريقه الوحيده اللي فيني احكي معهم هي على التليفون، فتقريبا كل يوم عم جرب تلفن لهم. هاي تقديري لا حلو. There was a meme. بلشت اعمل دايت وامي صارت شيف من ورا الكورونا كورنتين. بعرف إذا في حدا مثلي، بس لما فوت نام بصير عم فكر كتير عن هالوضع، like it's so crazy هالوضع اللي عم عايش فيه هلا. في عالم بعدها مع إنه بتعرف كل هالأشياء بعدها عم تطلع، بعدها عم تعمل زيارات، بعدها عم تشوف بعض، ما بتعرفوا مين ممكن يكون عنده كورونا بس ما عنده أعراض ويمكن ينقل هيدا المرض لغيره بلا ما يعرف. في كتير عالم بتفكر إنه أنا مش كتير كبيرة بالسن وأنا صحتي منيحة ما حيأثر علي هذا المرض، like بعيد الشر يعني لا سمح الله، بس بيأثر على الكل هيدا، like مش مزحة. like إذا ما بدكم تضلكم بالبيت تحموا حالكم، فكروا بغيركم، فكروا بأهلكم، فكروا بالعالم اللي بتحبوها اللي يمكن كتير يأثر عليهم هذا المرض، فكنت تكونوا سبب، you know it's like ما بصدق بعد في عالم عم تطلع من البيت. فإذا حدا عم يحضر هيدا الفيديو وبيفكر يطلع يعمل زيارات يشوف عالم، نو no. مش هلا، مش هلا ابدا، يعني هالوقت ما فيكم توثقوا انه اي شخص ما عنده هالمرض اذا بدكم تروحوا تشوفوا حد. انا بشوف عالم بعدها عم تطلع وتشوف اصحابها وتعمل زيارات، ف شو عصبت يعني ما بتفكروا بحدا غيركم. انا طول النهار ما بفكر بالوضع، بعدين لما فوت نام عم
بيجيني قلق. بس بعدين بفكر انه انا مش لوحدي، كلنا بالعالم كله بالكوكب كله عم مر بهالوضع، وكلنا عم مر فيه سوا وعم نجرب نحسن من الوضع سوا. كلنا قاعدين بالبيت، كلنا بهالحجر مع بعض. It's okay بهذه الناحية، you know. Okay، سكتي ليلى. أنا حابة أنام. بحبكن بحبكن بحبكن، وبشوفكن في الفيديو الجاي. Peace.